يقول السائل: شخص يعمل في البحر ويغوص ليصطاد السمك، هل له أن يغوص في نهار رمضان مع العلم أنه قد يشرب بعض الماء من البحر بطريقة لا إرادية؟ لا مانع أن الصائم يغوص في الماء للتبرد أو لطلب الرزق، لا مانع من ذلك، ولا يتعمد، ما يتعمد بلع الماء. وإذا دخل الماء من غير تعمد، دخل إلى جوفه من غير تعمد، هذا لا يضر. نعم.